نشيل بس السكرين. هشير معاكم السكرين بس. هو بالنسبة للأسبوع الجاي المفروض في نزول في الكلية، لكن في دفعات أنا بديها قالوا هنمشيها ودي وتفضل أونلاين. انتوا عملتوا ايه في الموضوع ده؟ الشريف هنا المندوب ولا ايه؟ حد عنده فكرة يا جماعة عن الأسبوع اللي جاي عشان ما ننساش بس الموضوع ده؟ نمشيها والله يا دكتور. هو انت حضرتك لازم تتفق مع بقية الدكاترة اللي في نفس اليوم، يعني يوم الثلاثاء اكيد انتوا عندكم محاضرات تانية، فما ينفعش تبقوا نازلين مثلا للدكتور بتاع الصبح وانا اقول لكم تعالوا الظهر خدوا اونلاين. فالمفروض شريف اللي هو المندوب بتاعك يعمل الحكاية دي، يعني في سنة تانية المندوب عمل كده، وفق مع بقية الدكاترة واتفق ان اليوم هيبقى كله اونلاين فخلاص. فمش عارفة بقى، هو يا ريت يتواصل معايا تبلغوه ان هو يشوف هينسق مع بقية الدكاترة ولا هنعمل ايه. طب لو بقيت الدكاترة موافقة أونلاين، حضرتك موافقة خلاص برضه؟ مع تمام، مفيش مشكلة، انا عشان رمضان والناس بتسافر ويعني مفيش داعي نبص على بعض. طبعا الدنيا ماشية كده يعني يعني لو في مثلا محاضرات هحتاج فيها ان احنا نبقى مع بعض او كده ممكن نبقى نعمل الحكاية دي، لكن لو الدنيا ماشية كده وانتم ما عندكمش مشكلة، مفيش حاجة مش واضحة او في مش خصومات ناقصة كده، يبقى خلاص تمام. معلش يا خلاص دكتور، بس هو في معانا اطفال في ال في ايه؟ في اطفال معانا بتل... في مشكلة في طلوع والدخول دلوقتي برضو؟ في اطفال معانا بيطلعونا من الميت. طيب ثواني انا هعمل انا الكنترول اهوت. تمام انا نسيت اعملها. طيب انا هعمل الكنترول يبقى ليا انا بس اهوت. ثواني ميتنج اوبشن. دكتور بعد إذنك، هو بالنسبة للمعامل هو مفيش نزول صح؟ انت بتاخد بدأت في ال HDL صح؟ لا أنا أقصد يعني المعامل مفيش معاك في الكلية. لا بس انت يعني في HDL على اللاب بتاعك يعني، فما فيهوش مشكلة. هو المفروض الاسبوع اللي هيبقى فيه نزول اللي هو كله ينزل محاضرات وسكاشن ومعامل وكله، يعني المفروض الاسبوع اللي فيه نزول الاسبوع الرابع بالنسبة لنا كاتصالات، الأسبوع الرابع والتاسع يا دكتور مش نافع والشهر. كده يا دكتور، انا طلعت من الميتنج 5 مرات. طب خلاص أنا عملت أنا الكنترول عندي أنا بس أهوت. شغل الاطفال ده والله يا دكتور كده مش نافع، في طفل معانا عمال يطلع لنا كل شويه مش عارف ايه إبراهيم بس يعني اهو. كده ماشي باشمهندس، الناس اللي بيعملوا كده يا جماعة كده يعني والله ما خمس يصحش، احنا مرات يا عندنا دكتور محاضرة طلعني فيها كده. شغل وما ينفعش كده. خلاص انا قفلت المفروض كده الكنترول عندي انا بس كده. دكتور هو الشريف كان بيرد يعني على حضرتك بس صوته مش باين، فهو هيتواصل مع حضرتك. طيب ماشي، بكتب لي على الواتس بس تمام وخلاص. ولو يا جماعة لو في كده حد بيعمل مشكلة، انا كده عملت الكنترول ليا انا بس، لو في حد عمل مشكلة باشمهندس الشريف هو المسؤول المندوب، اكتب لي على الواتس الاسامي ديت. لكن كده ما ينفعش، يعني انا داخلين نشتغل مش هنركز في اللعب ده. يعني باشمهندس شريف شوف مين اللي بيعمل مشاكل واكتب لي اساميه، يعني طبعا ده اسلوب بتاع ابتدائي ولا حضانه، لكن كده ما يصحش. انتوا سنه وتخرجوا مش ممكن تفتحي الملف بتاع الاكسل ده وتشوفي فيه مين اللي بيعمل ازاله للتاني؟ هيلي بيبان يعني. بيبان مين اللي دخل ومين اللي طلع، دخل امتى وطلع امتى، اللي انا بنزله بتاع الجاب بيبان اللي دخل وطلع كذا مره، فده اللي بيتعمل، ده اللي هو الشخص اللي هو اللي حد طلعه ودخله، لكن مين اللي طلع ومين اللي دخل مش هيبان. تمام برضو هبقى اشوفها تاني. وممكن نبدأ المحاضرة يا دكتور ونشوف الموضوع ده بعدين عشان الوقت بس. طيب ماشي، ما هو يعني كل واحد عنده مشكله وديه تتظبط كده وهنبدا، مش هنعطلك والله. تمام يا جماعه، احنا كان في جزء في المحاضره اللي هو بارت 2 اللي هو الجزء اللي فات، الجزء الثاني في المحاضره هنكمله دلوقتي.
طيب بس ملحوظة إن أنا امبارح رفعت المحاضرة تاني، شلت المحاضرة القديمة، يعني كنت رافعة محاضرة واحد واتنين، شلت محاضرة اتنين ورفعت فيرجن تاني ليها أحسن شوية، يعني كان في حاجات مش مكتوبة في الشرح وكان في رسمة كده في الآخر مش محطوطة، فأنا ظبطتها. فلو حد كان نزل المحاضرة اتنين في أي وقت خلال الأسبوع بخلاف امبارح، يا ريت ينزلها تاني، لأن هيلاقي الفيرجن الجديد ده فيه أبديتس كويسة جدا. تمام، يعني محاضرة اتنين تتاخد من اللي هي من اللي انا رافعها امبارح. طيب هنكمل حاجة اسمها ايه، الكمبيوتر داتا فورمات اللي كنا اشتغلنا فيها المرة اللي فاتت. طيب المفروض نعرف ايه في اخر المحاضرة، نعرف ان ازاي نعمل ريبريزنتيشن للداتا اللي عندي، خلاص سواء صورة الالفابيت او النيوميريكال، الانتجر، الفلوتنج بوينت، البي سي دي، الاسكي داتا، نعرف معلومات عن كل الحاجات ديت، ونعرف بنعمل لها ريبريزنتيشن ازاي، وازاي بتخزن في الميموري وبيتعامل معاها الكمبيوتر من جوه باي طريقه. تمام، احنا عندنا الستاندرد اللي هنشتغل عليه والحاجات اللي هندرسها النهارده هي اللي خاصه بالانتل فاميلي مايكرو بروسيسور، وكل ما نعدي على حاجه هنقول دي بتاعه الانتل، وفي حاجات تانية زي كذا بيشتغل بيها مايكرو بروسيسور تانية، عشان تبقوا عارفين الفروقات. تمام، بالتقسيمه بتاعه الداتا فورمات او بنقول عليها الداتا ريبريزنتيشن، خلاص عامله ازاي؟ انت خلاص احنا اتفقنا ان الميموري جواها يا اما جواها البرنامج المتحمل اللي شغال وجواها الداتا. طيب الداتا دي بنقسمها ازاي؟ يا اما تكست وكاركتر، او يعني تكست او اللي هي الكاركترز، تمام، او ارقام. طب الارقام ليها كام شكل؟ يا اما يكون الرقم ده عدد صحيح ما فيهوش كسور او ما فيهوش يعني علامه عشريه، او يكون ريال اللي هو رقم فيه علامه عشريه. طيب الانتجر ممكن يكون في صور شكلها ايه؟ ممكن يكون بي سي دي، تمام، او بايت متخزن 8 بت، او وورد 16، او دبل وورد 32. والخط المنقط ده معناه ان فيه لسه صور تانية متخزن لونج، تمام، ممكن في لغات برمجة بتعمل الانتجر لونج تعمله 64، تمام، واي حاجة تانية كمان. يعني الخط ده ممتد ان هو ممكن انت تظبط وتعمل تعريف عندك في اللغة اللي انت شغال بيها للانتجر ان هو اطول من كده كمان. تمام، طيب الريال، الريال يا اما 32 بت او 64 بت. الريال مقصود بيه الرقم اللي فيه علامه عشريه. تمام، طيب انا بسميه سنجل. سنجل ديت يعني الكلمه دي بتبقى خاصه بالايه، بالفيجوال بيزك. لو انت شغال مثلا بلغه زي السي هتسمي الريال اللي هو 32 بت هتسميه فلوت، تمام. طب ال 64 بت دبل، خلاص دبل كده في بيتسمى دبل في السي. طب في الفورتون مثلا بيتسمى ريال. المهم ان انت عندك مفهوم ان الريال اللي هو فيه علامه عشريه ممكن يكون 32 بت او 64 بت. تمام، هنبدا بالجزء ده اللي هو التكست او الكاركتر اللي هو ممكن يبقى في صوره الاسكي او اليونيكود. هنشوف كل واحد من دول عباره عن ايه. المفروض ان انت الكيبورد بتاعتك مثلا فيها ايه، فيها حروف، فيها زراير مثلا اف 1 والاف 2 والحاجات دي. هو الوقت عايز يعمل ريبريزنتيشن، يعمل تمثيل لكل حاجه من ديت، خلاص سواء كان حروف او كان زراير ملهاش رسومات، خلاص زي مثلا الانتر والحاجات دي. فهيعمل ايه؟ هيعمل حاجه اسمها الاسكي، اتفقوا على حاجه اسمها الاسكي اللي هي الامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج. خلاص انت المفروض تدخل كل حاجه للكمبيوتر اصفار وحايد، تمام، هتمثل بيها الالفا نيوميريك كاركتر اللي عندك في الميموري بتاعت الكمبيوتر. يعني بتعمل حاجه اسمها تكست انكودنج، كانك بتعمل كود للتكست بتاعك. طيب هيديها قد ايه؟ هيديها كل كاركتر من دول هيديهم 8 بت، يعني 1 بايت، خلاص زي ما هنشوف دلوقتي في الايه، في الشكل اللي عندنا. ادي الاسكي بتاعنا هيبقى عباره عن الطول بتاعه، احنا خلاص احنا قلنا الذاكره متقسمه وحدات والوحده طولها 1 بايت، هيدي لكل كاركتر 1 بايت. خلاص دي طبعا نص سيجنيفيكانت بت، ودي اللي سيجنيفيكانت بت زي ما احنا عارفين. خلاص لو احنا ماشيين باينري ادي كده ايه، هنسميه ده ماشيين من 0 ل 7. الويت بتاع كل حاجه طبعا انتوا عارفين دي 2 اس 0 اللي هي 1، 2 اس 1 اللي هي 2، 2 اس 2 4، 2 اس 3 وهكذا لغايه 128. تمام، طيب احنا عشان نسهل على نفسنا، لان احنا هنقعد دلوقتي نشغل 32 بت و64، بدل ما اتعامل بالباينري هتعامل بالهكس. احنا كبني ادمين يعني كده مع بعض اسهل لنا، يعني بدل ما اقول ان الخانه دي مثلا لو فيها صفر هقول صفر 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 صفر، تمام، بدل ما اعملها كده طب ما اقول هو صفر بالهكسة، خلاص عشان يبقى ايه اسهل شويه واوضح، يعني بدل ما اقعد اكتب كل ده. خلاص طيب هو عشان يقسمها كده
يبقى الخانه الاربعه الاولين دول هيبداوا منين؟ هيبداوا من 0 0 0 0 اللي هو 0 هيكسا لغايه ما يوصل لكام؟ لغايه ما يوصل لاربعه واحد اللي هي اف. طيب الخانه الثانيه تمام اللي هي هنا المفروض برضو يعمل فيها كده خلاص، يبقى من 0 لغايه 4 واحد، فيبقى البايت كلها من 0 0 هيكسا لغايه اف اف اتش تمام. بس هو عمل ايه؟ ما استعملش الخانه ديت كرقم، استعملها عشان يخزن فيها او يعمل بيها كنترول، فيستعمل الاربع خانات دول والثلاث خانات دول كايه؟ كاسكي. يعني الاسكي هيبقى مكون من 7 بت. هنا بقول لك الستاندرد اسكي كود هيبقى عباره عن 7 بت كود، الايتس بت هيخزنها للكنترول تمام. يعني لو احنا عندنا كده ادي كده البايت بتاعتنا اهيت، هيتقسم جزئين تمام، جزء هيعمله 4 بت، الجزء ده خلاص هيشتغل فيه 4 بت تمام. فهيبدا فيه من ايه؟ اكبر لك شويه ده هيبدا فيه من 4 اصفار لغايه ما يوصل لايه؟ لاربع وحايد. طيب الجزء الثاني هيشتغل منه على 3 بت، يعني من 3 اصفار لغايه 3 وحايد، من 0 لغايه 7. ثواني هو البرنامج بس عندي مهنج. الخانه ديت هيحط فيها 4 بت، فيبقى من 4 اصفار لاربع وحايد، من 0 هكسا لغايه اتش بالايه؟ بالهكس خلاص. طيب الخانه الثانيه ديت هي او الاربعه بت اللي على الشمال دول اللي هو فيهم نص سيجنيفيكانت، لا مش هياخدهم كلهم، هياخد ثلاثه بس، يعني الثلاثه دول هيبقوا ايه؟ هيبقوا من اول ثلاث اصفار لغايه ثلاث وحايد، يبقى هيشتغل الناحيه الثانيه ديت على ثلاثه بت تمام. هيبداوا منين؟ هيبداوا الثلاثه بت دول من اول ثلاث اصفار ماشي اللي هي صفر خلاص لغايه ثلاث وحايد اللي هي كام؟ اللي هي 7 تمام. لكن الخانه ديت هيبقى فيها حاطط 4، هيبقى فيها من 4 اصفار خلاص لغايه ما يوصل لايه؟ لغايه ما يوصل لاربع وحايد تمام. طب الخانه الاخيره هجهزها للكنترول. يعني ايه الكنترول؟ قال لك مثال كده، قال لك لو انت شغال على البرينتر لما تبقى هتطبع حاجات الفا نيوميريك هيخلي في الخانه الاخيره ديت صفر اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت تمام، اللي هي ديت اللي هي الزرقاء دي هيقوم حاطط فيها صفر خلاص، عاملها للكنترول، مش مدخل فيها الاحتمالات بتاعه الايه اشكال الاسكي اللي هنشوفها دلوقتي تمام. طيب الخانه الاخيره ديت لو فيها واحد وهو بيطبع هيبقى معناها ان هو يطبع جرافيكس تمام. طيب وكمان هيخلي فيها لما نستعمل حاجه هنقولها دلوقتي للاسكي كاركتر هيخلي فيها ايه؟ واحد اوكي. طيب يبقى احنا عندنا كام احتمال كده لما انا عايز اعمل اسكي بالنسبه للشكل ده اللي هو المربعين دول؟ انا عندي البايت اهيت بتاعتي، هنكمل برضو الحته ديت كده ان هو ده ال 1 بت بتاعه الكنترول خلاص. انا عندي كده البايت بتاعتي اهيت، البايت بتاعتي فيها الناحيه ديت، الناحيه الثانيه ديت من 4 اصفار لاربع وحايد خلاص، والناحيه ديت فيها 3 بت بس من 0 لغايه 7. طيب يبقى انا كده عندي كام كاركتر ممكن امثلهم؟ الفيرست اللي هي اللي على الشمال هتبقى من صفر، واي حاجه اللي انا اخد اي حاجه هاخدها من السكند الناحيه الثانيه تمام. يبقى دي من صفر لسبعه، واللي على اليمين من صفر لغايه اف اللي هي من اربع اصفار يعني لغايه اربع وحايد، بس كتبناها بالهكس عشان ايه؟ نوفر الدنيا شويه خلاص. يبقى انت لما تقول مثلا تعمل حاجه اسمها مثلا عايز تعمل سي ار، هنقول عليها بعد شويه الكارج ريتيرن، هيبقى الاسكي بتاعها شكله ايه؟ الثلاثة بت خلاص احنا البت الأولانية ديت احنا حاجزينها للكنترول مالناش دعوة بيها خلاص، أول ثلاثة بت هيبقى فيهم إيه؟ صفر صفر صفر. طب واللي بعديهم هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها الدي اللي هي ال 13 خلاص، ونحط الاتنين دول جنب بعض يبقى ديت البايت بتاعتك. فاهمين يا جماعة كده ولا إيه؟ باشمهندسين الناس معايا؟ معاك يا دكتور بس معلش، بس كان في مشكله في النت، لو حضرتك ممكن مراجعه من اول فين؟ في ثانيه بس كده من اول فين؟ يعني الشاشه ديت ما حدش سمع فيها حاجه؟ لا انا عن نفسي يعني هو المشكله عندنا مش طيب. دلوقتي احنا قلنا
في الاسكي هيبقى عندنا هندي لكل كاركتر من اللي قدامنا دول. انت دلوقتي مثلا على الكيبورد عملت ايه او بي او سي او عملت لاين فيل، عايز تعمل تجيب من اول السطر او اي كاركتر من اللي قدامك دول عايز تاكيد عليه، ايه اللي هيحصل؟ هيتخزن ازاي؟ هيتخزن في 1 بايت. تمام، ال 1 بايت دي شكلها عامل كده، في 4 خانات هنا في الاول اللي هو المكتوب عليهم السكند، واللي على الشمال دول هو الموست سيجنيفيكانت فيهم 3. التلاتة دول هيشتغلوا من 0 ل 7 يعني من 3 أصفار ل 3 وحايد، والأربعة دول هيشتغلوا من 0 لغاية 16 يعني 4 أصفار 4 وحايد، أو بالهكسة من 0 لغاية F. طيب الموست سيجنيفيكانت بيت ديت محجوزة للكنترول، يعني لو أنا ببرنت لو فيها زي ما احنا كاتبين كده، لو فيها 0 يبقى أنا ببرنت ألفا نيوميريك، لو فيها 1 يبقى أنا ببرنت جرافيكس، خلاص فهي متسابة للكنترول. يبقى أنا عندي كام احتمال عدد الكاركترز اللي ممكن أمثلها؟ دول كده هيبقوا كام؟ 16 خلاص، ودول هيبقوا كام؟ هيبقوا 8، يعني 16 في 8 يعني عندك 128 كاركتر ممكن تمثلهم. خلاص، عشان تعرف الكاركتر متمثل بايه المفروض تاخد الفيرست تشوفه بكام اللي هو اللي على الشمال، الثلاث خانات اللي على الشمال او التلات بت اللي على الشمال، والسكند بكام اللي هم الاربع بت اللي على اليمين. فانا مثلا لو عملت عايزه مثلا البي، خلاص البي هتبقى ايه؟ هتبقى 5 اللي هي تبقى ايه؟ تبقى 1 0 1 0. تمام، 1 2 4 او 1 0 1 0 1 بس عشان هما 3. خلاص، وبعدين هتاخد 0 يعني تاخد ايه؟ 4 أصفار. تمام، وبعدين احنا قلنا بدل ما نقعد نتعامل بالباينري وتبقى الدنيا طويله علينا هنسهل ونعملها بالايه؟ بالهكس. فالبي هتتمثل ب5 0 هكس. خلاص، وهكذا كل ما تحتاج حرف من دول مثلا زي بتدخل من الكيبورد خلاص او من اي برنامج شغال عليه هيتحول للهكس للشكل ده. طيب في مثال اهوت، انا بقول لك لو انت عايز يجيب الهكسا فورمات بتاعت كلمه ايجيبت، انت كتبتها في اي تكست فايل، كتبتها في الوورد ودخلتها من الكيبورد، يعني اي حاجه، هتبان ازاي في الميموري؟ الكلمه دي هتبان ازاي في الميموري؟ خلاص، هنمشي كده، ناخد الاي هياخد له الفيرست بتاعه ايه؟ 4. ماشي، 4 ديت اللي هي 4 بالهكسا اللي هي بالباينري هتبقى ايه؟ 0 0 1. تمام، طيب وفوق اخد الاربع خانات التانيين فيها كام؟ هيبقى فيها 5. خلاص، يبقى الاي كده شكلها ايه؟ 4 5 بالهكسا. طبعا هي هتتحط، نفضل فاكرين احنا كاتبينها كده عشان نسال على نفسنا ونقعد نكتب 0 و1، لكن في الميموري هتتحط 0 و1. يبقى في الميموري هيبقى فيه بايت، خلاص هيبقى فيه عندك بايت كده في الميموري عايزه تخزن حرف اللي هو الحرف الاي، هيبقى هنا 4 خانات اهمت خلاص اللي هم فيهم 5. خلاص، وفي 3 خانات هنا اللي فيهم الاربعة. تمام، احنا كده قايلينها 4 5 بالهكسا، لكن هو هيخزنها ازاي؟ ادي 1 0 1 0 صح، ادي 1 2 4 خلاص، والاربعة تبقى 0 0 1. يبقى الكلام ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي حرف الاي. خلاص، يبقى حرف الاي اتمثل 4 5 هكسا، انا خدته كده من الاسكي، وجوه الميموري هتقوم حطاه بالشكل ده، والخانه ديت هيتحط فيها 1 أو 0 حسب الكنترول اللي احنا عاملينه. خلاص كده واضح يا جماعه؟ سهل مش كده ولا في مشكله؟ سهل يا جماعه كده؟ سهل تمام. تمام، هتروح برضو تجيب الجي من الجدول برضو بتاعك، بس خلي بالك ده الفيرست ده اللي على الشمال، التلاته بت اللي على الشمال ودول الاربعه اللي على اليمين، وهكذا تجيب بقيه الحروف وترصهم ورا بعض. خلاص، بحيث ان هو ايه؟ يطلع لك في الاخر الكلمه دي شكلها كذا، وكل ده هيتفك باينري. انا كاتبه لك ملحوظه، هو الانبوت والاوت تو اند فروم ذا ميموري از باينري، عشان ما حدش ينسى كده. الفيرست ليتر اي از انكلودد ان ذا بايت وذ ذا لوست ادرس. الكلام ده احنا هنقوله بعد شويه، ان الدنيا دي هتترص ازاي كده؟ هتترص ازاي في الميموري؟ انت كده عملت ايه؟ جبت ال 45 وال 47 وال 50 هيتحطوا ازاي في الميموري؟ يعني دي تروح في، احنا عارفين الميموري متقسمه ازاي؟ متقسمه بايتس صح؟ متقسمه كده وحدات، كل واحده 1 بايت صح؟ والوحدات دي ليها عناوين. خلاص، ده عنوانه مثلا كده، وده عنوانه مثلا 1 0 0. خلاص، تحط بقى الاي بقى ايجيبت ديت اللي انت عملتها اي جي واي بي تي، الاسكي بتاع كل واحد او القيم الباينري، هتحط الاي هنا والواي هنا والبي هنا والتي هنا، ولا هتعمل العكس؟ هيتعمل ازاي؟ خلاص، هو الانتل شغال احنا نشرحها دلوقتي بطريقه اسمها ليتل انديان، ان هو هيحط الصغير في الخانه الصغيره
خلاص، والكبير في الخانه الكبيره، في الخانه اللي عنوانها اعلى يعني، تمام. هنقول ديت بالتفصيل ايه دلوقتي، خلاص بس نبقى في الاعتبار دي كده. خلاص في حاجه هنا قلنا عليها الاكستندد اسكي. الاول الكمبيوتر كان معمول ان الناس هيشتغل عليه ساينتفك، ناس علماء وبتاع، فكان كل الحاجات اللي فيه انجليزي، زي ما احنا شايفين الكيبورد كده. بدأ بقى يبقى فيه هو يعني في حاجات كل الناس بتستخدمه، ولغات كتيرة من العالم، ده صيني، ده عربي، ده أي ألماني، فكل واحد فيها عايز حروف تانية وعايز أسكي تاني. مبقاش الأسكي ده اللي احنا عملناه ال 128 احتمال، ده بيغطي كل الحاجات اللي موجودة عندنا، تمام. فبقى عايزين نعمل حاجة اسمها الايه، مش معلش يا جماعة انا كده دخلت في اليونيكود، الاكستندد اسكي ان انا دلوقتي عندي كاركترز تانية عايزة امثلها غير اللي احنا مثلناها ديت. يعني عندي كاركترز تانية بالشكل ده، خلاص، اللي هي زراير مخصوصة تانية، الالفا والبيتا والجاما والسميشن والحاجات ديت، الحاجات ديت انا ايه عايزة امثلها، خلاص. فاحنا احنا كده ماشيين ايه، احنا كان المفروض ان عندنا واخدين بايت بس بيها الاسكي، والبايت 8 بت، كان المفروض يبقى عندي 2 اس 8 256 احتمال، خلاص، او 256 اسكي اقدر امثلهم. طب الجدول اللي احنا خدناه ده بتاع الاساسي ده فيه كام؟ فيه 128، خلاص، اللي احنا قلنا عليهم اللي هم ال 16 في 8، تمام. فلسه عندك ايه، عندك كمان المفروض يكون عندك 128 بروبابيلتي كمان، خلاص، ان انت بقى لو كملت دول كده كملت 8 9 10 لغايه 16. فهو لما الدنيا بقى فيه سبيشال كاركتر تانية، خلاص، قال انا هبدأ اشتغل على الناحية الشمال ديت اللي هي كانت من 0 ل 7، هخليها من 8 لغاية F، تمام. والناحية اللي على اليمين هتفضل برضو فيها الاحتمالات من 0 لغاية ايه، لغاية 15، خلاص. يعني لو احنا جينا هنا كده، ادي التمانية البايت بتاعت ايات اللي هي كانت 8 بت، خلاص، احنا كنا شغالين على ديت كده، شغالين عليها ايه، شغالين عليها من 0 لغايه 7، تمام. فاضل ايه، ممكن اشتغل من اول 8 لغايه 15، تمام. وقال لما انا اشتغل في الاكستندد اسكي هخلي في الخانه الاخيره ديت 1، فانت بقى لك كام خانه؟ 3 خانات، خلاص، هتشتغل فيهم من 8 اللي هي 0 0 وديت اصلا فيها 1، خلاص، وتقعد تكمل بقى 8 9، خلاص، لغاية ما توصل لغاية ايه؟ لغاية 15 اللي هي الاف بالهكسة، تمام. ودول برضو هيتغيروا قصادهم من ايه؟ من اول صفر، خلاص، هم 4 خانات اهمت، من اول صفر لغاية 16، تمام. فيطلع لك 128 احتمال تاني. يبقى في الاكستندد اسكي بيخلي في الخانة ديت 1، بيثبت فيها 1، تمام. فده مش هيعمل لي مشكلة، لان انا اصلا لما كنت هكمل انا مش شغلت من 0 ل 7، ولما كنت هكمل من 8 ل 16 هي الخانه دي اصلا كده كده فيها 1، خلاص. فانت عندك كده 8 و9 و10 لغايه 16، تمام، وديت برضه. فهيطلع لنا اكستندد اسكي، يعني اسكي تاني كمان اقدر امثل بيها حروف تانية ما كنتش ممثلها، خلاص، بالشكل ده. نفس الحكايه، اللي على اليمين فيهم من 0 ل 16، واللي على الشمال فيهم من 8 لغايه 16، فانت عندك برضه 16 في 8 اللي هما 128 عشان تمثل سبيشال كاركتر، خلاص. يبقى الاكستندد اسكي عشان امثل بيهم السبيشال كاركتر اللي طلعت، خلاص، زي ما هو كتب لك كده، تمثل الماثيماتيكال كاركتر بوكس دروينج او اي حاجه زي كده، او الباك سبيس، او حاجه اسمها بقى اللاين فيد، او الكلير سكرين. كل الحاجات دي ما كانتش موجوده في الاسكي الاساسيه. الاسكي الاساسيه كان حاطط فيها الحاجات اللي ظهرت في الاول، اللي هي الكاركتر، الارقام والحروف اللي بدخلها واخرجها كانبوت وورد، تمام. طيب، حد يعرف يا جماعه في حاجه اسمها الكارج ريتيرن وفي حاجه اسمها اللاين فيد؟ حد عنده فكره عنها؟ في حاجه اسمها الكارج ريتيرن واللاين فيد، حد يعرفها؟ الكارج ريتيرن يا جماعه انت بترجع بالكورسر بتاعك لغاية أول السطر، الكارج ريتيرن، خلاص، إن أنت بترتيرن الكورسر بتاعك لغاية الليفت مارجن، لغاية السطر تاني، تمام. يعني أنا بادئة هنا، هو في السطر هنا، خلاص، لو عملت كارج ريتيرن هيرجعني هنا كده، تمام، هيرجعني يوقفني هنا، خلاص، على أول السطر ده.
تمام. وفي حاجه اسمها اللاين فيد. اللاين فيد معناها ان هو بينزل الكرسر بتاعي لاين، يعني لو انا واقفه هنا كده خلاص هينزل في الايه في اللي تحكيه على طول، ينزل على اللاين اللي وراه خلاص. طب لما انت بتعمل انتر بيحصل لك اي واحده من دول؟ لو انت تقول لاين فيد، لو لاين فيد هتنزل تحت الحته اللي انت واقف فيها بالظبط. اللاين فيد كده، لو انا هنا كده خلاص وعملت لاين فيد هينزلني هنا كده، يبقى ده اللاين فيد. اللاين فيد بينزلك سطر بالظبط، بينزلك سطر. لكن الكارج ريتيرن بيرجعك لاول السطر خلاص، ده اللاين فيد. لكن ديت الكارج ريتيرن. وانا هقول دلوقتي هما ليه مهمين، يعني بنتكلم عنهم دول بالذات من الاكسند اصلا، اللاين فيد والكارج ريتيرن. انت عشان تعمل انتر بتعمل، انت واقف هنا، انت كاتب سطر كده واقف هنا خلاص، عايز تروح فين؟ عايز تروح هنا عشان تبدا تكتب السطر اللي وراه لو احنا في الوورد مثلا. يبقى انت المفروض تعمل ايه؟ تعمل حاجتين، هتنزل خلاص، هتنزل وتعمل كارج ريتر، او هترجع وتنزل. يبقى انت محتاج عشان في حاجه زي الوورد ان انت تعمل الانتر بتاعك المفروض يتحول للحاجتين دول، يعمل لاين فيد ويعمل كارج ريتر خلاص تمام. فدول حسب البرنامج او الابلكيشن اللي شغال. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكارج ريتيرن كود ده، الكود بتاع الكارج ريتيرن هو الانتر كي. انت لما تتك انتر بتتخزن الاسكي بتاعها السي ار، يعني بيروح يجيب من الـ من الـ من الاسكي يجيب السي ار. اهي السي ار هنا هي خلاص، اللي هي فوق اللي هي صفر ودي بالهكسا تمام، بتتخزن صفر ودي. طيب لما تروح للمايكرو بروسيسور هيعمل بيها ايه السي ار دي؟ حسب الابلكيشن المفتوح. لو هي مثلا حاجه زي الوورد خلاص هيعمل الاثنين، هينزلك لتحت ويحركك شمال فيجيبك لاول السطر اللي تحتيه فيعمل الاثنين مع بعض. لو انت لاحظت حد وهو بيشتغل على الاكسل انت ما تعمل انتر بيقوم منزلك بس ما بيجيبكش اول السطر في بعض الانترفيسز فيه خلاص. فيبقى ساعتها الانتر لما تضغط انتر بيروح للاسكي ويجيب الصفر دي ديت تمام، وتتخزن باينري زي ما قلنا، وبتروح تتحط كده في الميموري. طب المايكرو بروسيسور لما تروح له بيشوف اهني ابلكيشن المفتوح او هي جايه من اهني ابلكيشن، حسب الابلكيشن المفتوح هيعمل بيها الحاجتين او حاجه واحده خلاص. طيب هوريك حاجه كده، لو انت فتحت الجوجل اي صفحه فيه وانا عملت ايه، عملت رايت كليك، هتلاقي حاجه اسمها فيو بيج سورس، بيوريك ال HTML المكتوب ازاي بتاع الايه بتاع الصفحه دي. ماشي، مش عارف الجهاز تقيل كده شويه. هتلاقي الكود اللي مكتوب بخصوص الصفحه دي، يعني ده الكود اللي بيطلع الصفحه اللي انا كنت واقفه فيها اللي هي google.com خلاص. هتلاقي الكلام كله لازق في بعضه، مش 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 نازل سطر ولا حاجه. ليه؟ لان هو بيوفر في الكود بتاعه، بدل ما يكتب سي ار ويكتب ال اف خلاص، فكده كل واحده فيهم بتاخد 1 بايت، فلما يكتب بس سي ار وما يكتبش ال اف خلاص يبقى هو وفر كده. شوف وفر قد ايه بقى، مثلا لو انا عندي مثلا 1000 سطر يبقى انا كده وفرت 1000 ايه 1000 بايت خلاص. ولما يجي ده يترجم خلاص او يتعمل له كومبايل هيلاقي هيبقى معرف اللي كاتب الكود بتاع ال HTML ده، هيبقى معرف عنده ان انا لما اعمل ان انا لما اكتب سي ار يعرف عنده ان المايكرو بروسيسور يعمل له السي ار زائد ال LF مع بعض خلاص، بحيث ان هي لما تطلع مظبوطه تمام. فديت يا جماعه دي حاجه مهمه، يعني انت لو كتبت هنا في لو كتبت في السيرش سي ار ال اف هيطلع لك قصص عنها، هتطلع طب ده في السي بتتكتب كذا، واللي بيبرمج مش عارف تكتب كذا، اللي بيبرمج عايزها ازاي، لان هو مثلا لو عنده داتا معينه عن ناس ولا عن 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 حاجه وعايز يعمل عليها برنامج، بيجيب مثلا اصغر قيمه، بيجيب مش عارف بياخد قيمه الكس بيتعامل معاه، فهو هيحتاج يعمل سي ار ويعمل ال اف، فبيقوم معرفها في الكود بتاعه هو هيعمل بيها حاجه ولا يعمل بيها الحاجتين خلاص. فديت يعني الناس اللي يعني اللي بتشتغل كتير هتقوم يعني هتحتاج انها تبقى فاهمه سي ار والال اف دول متعرفين ازاي، ويحط واحده ولا يحط اتنين خلاص، والمايكرو بروسيسور بيترجمها حسب الابلكيشن اللي هي جايه منه خلاص. ف
فديت حقيقة حاجة الناس تاخد بالها. طيب خلاص، يبقى كده الاسكي والاكستندد اسكي. يبقى الاسكي كان الحاجة الأساسية اللي طلعت، وطلعوا 128 خلاص، والاكستندد اسكي 100 على رموز تانية خاصة سبيشال كاركتر خلاص. طيب اليونيكود بقى اللي انا كنت دخلت فيه ده، اليونيكود اللي هو اللي احنا دلوقتي عايزين، الاسكي بتاعنا ده كان مغطي الانجليزي بس، طب انا عايز اغطي لغات تانية تمام، محتاج اعمل في دلوقتي في بلاد كتيره جدا حوالين العالم بتستعمل الكمبيوتر، فمحتاج يبقى لها اعمل لها برزنتيشن خلاص. فقال طيب انا احنا خدنا اللي هم من خدنا اللي هو الصفر صفر صفر اتش لغايه الصفر صفر اف اف ده، خدناه الايه كنا واخدين الجزء للاسكي، فهيسيب الجزء بتاع الاسكي زي ما هو، وبعدين من اول اللي هو 010 بالهكسا لغايه 4 اف هيستعمله عشان يستور كل السبيشال كاركتر بتاعه اللغات اللي في الدنيا. هو دي هتبقى عنده كام احتمال؟ هيبقى 2 اس 16، هيبقى عنده 65535. هل هم كلهم اتملوا؟ لا، احنا الاسكي الاساسيه بتاعتنا اللي هم 128 و 128 256 تمام، دول اللي احنا استعملناهم دلوقتي في الجدولين. واليونيكود بقى بيسبورت كل اللي هو الكلام ده، الكاركترز الكتيره ديت، والكباسي بتاعت اليونيكود از نوت توتال يوتيلايزد، لسه لغايه دلوقتي مش كلها، لسه بتتملى كونتينوسلي كده، بتتملى ورا بعضها خلاص، لان هو هيستور لكل كاركتر في ايه، في 16 بت مش في 8 زي ما كان الاسكي عامل، فهيبقى عنده البروبابيلتيز اعلى خلاص. طيب لو انت عايز تشوف شكلها ايه، هتدخل على اللينك ديت هوم يونيكود.org، هيوضح يبين لك بقى حروف صيني ومش عارف ورموز غريبه وحاجات كده، كل الحاجات ديت معمول لها الاسكي بتاعها تمام، بحيث انها تتخزن في الميموري بطريقه معينه، بس هتتخزن في ايه، في 2 بايت تمام، مش 1 بايت اوكي. فانت ممكن تدخل على ديت كده وتشوف الدنيا شكلها عامل ازاي تمام. طيب هنشوف حاجة تانية، احنا كده خلصنا الجزء بتاع الكاركتر اللي هو احنا خدنا خلاص، خلصنا الجزء ده اللي هو بتاع التكست او الكاركتر، قلنا هيتمثل بالاسكي، والاسكي هتبقى 7 بت في الاساسي، ونسيب واحدة للكنترول خلاص. وفي الاكستندد اصلي هيبقى اسكي، هيبقى فيها المو سيجنيفيكانت بت دي هيبقى فيها واحد دايما خلاص تمام. واليونيكود ده عشان بقيه لغات العالم تقدر تستعمل الكمبيوتر خلاص، وهيبقى يمثل في 2 بايت بدل ما كان في 1 بايت. هنتنقل بقى على الناحيه الشمال ديت اللي فيها تفاصيل اكتر شويه، هنشوف النمبرز الانتجر بالحالات بتاعتها ديت، وبعدين الاي الريال. طب حد عنده سؤال يا جماعه في اللي فات ده؟ حد عنده سؤال يا جماعه في اللي فات ده؟ باشمهندسين فاهم الكلام سهل يعني واضح؟ في مشكلة؟ حسام سرحان، حسام معانا؟ حضرتك يا دكتور. طيب الدنيا واضحة ولا في حاجة؟ تمام. طيب اكمل. طبعا البي سي دي انتوا عارفينه، الباينري كود الدسمي اللي هو بيمثل من صفر من اربع اصفار لغايه واحد صفر صفر واحد، اللي هو بيمثل لي الزيرو والتسعه اللي بالدسمي تمام. دي امتى بستعمل البي سي دي؟ بستعمله لما ابقى عايزه يعني عندي مايكرو بروسيسور لجهاز او حاجه، مايكرو بروسيسور صغير مش هعمل عليه عمليات حسابيه كتيره، وبس انا مجرد عايز الحاجه الديسيمال ديت امثلها بصفار وواحد بطريقه بسيطه، فمش هعمل بقى زي انا لو حد اللي هو مثلا بيشغل الونش ومعاه الايد اللي بيحركها كده، لو واحد يبقى مثلا بيرفع لفوق، لو اتنين بينزل لتحت، لو كده بيتفتح وهكذا.